كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الدكتورة منى من مصر بارك الله فيها تقول في سورة الأحزاب في قوله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآية الكريمة، تقول ما هي هذا الترتيب تحديدا واللمسة البيانية الموجودة فيه؟ هو بدأ بالمسلمين والمسلمات، نعم، لأن الأعمال التي ذكرها بعدها لا تقبل إلا شرط الإسلام. فإذا بدأ بما هو شرط، كل الأعمال الأخرى تقبل. صار إنه يبدأ بالمؤمنين والمؤمنات. أنت إيمان، بس صح، يبدأ بالشرط أولا بالإسلام، صح، لأنه وهو الذي يعصم الدم. يعصم الدم؟ الدم ولا لا؟ نعم صحيح. يعني الإيمان ما تعرفه أنت، منافق موت، لكن الإسلام هو الذي يعصم الدم. الله، صح. فبدأ به، يعني كل الصفات الأخرى يمكن أصحاب الديانات أن تدعي أنها تفعلها. الآن ننظر، اترك المسلمين، طيب، كلها المؤمنين، يقول لك كل أصحاب الديانات تقول لك نعم، إحنا مؤمنين، إحنا صادقين، نحن صابرين، صح، إلا الإسلام ما يستطيع يظهر عليه. خلاص أنا مسلم، قل أنا مسلم، خلاص يدخل الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله. ذيك كلها، كل أصحاب الديانات ممكن تدعي أنها تفعلها، هذا لا يمكن. المسلم خلاص، نعم، دخل في دين الإسلام، صح. إذن بدأ بهذا الإسلام الذي يعصم الدم ويحفظ الفروج وكل شيء، هو هذا بدأ به، والبقية الأخرى تأتي بعده. ثم بدأ، جاء بالإيمان، إن المسلمين والمؤمنين والمؤمنات، هذا يعني الإيمان باطن وهو أهم صفة يعني بعدين، لكن أمر باطني ما أعرفه، لكن أهم صفة هو، صح، إنه خلاص راح يعني لاحظ وإلى أن انتهى بالذكر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لأن هذا يشمل جميع العبادات، يعني كل العبادات، هذا ما ذكر من الصفات هي إن لم يكن معها ذكر لله غير مقبولة نية، صح، كل ما ذكرها تحتاج إلى ذكر الله عز وجل، إن لم يكن معها ذكر الله لا تقبل، خلاص. فإذا هو هذا كلها يشملها. بالنسبة لكل ما ذكر ينبغي أن يكون فيه ذكر لله، فإذا هذا هو اللي يحفظها كلها، يجعلها طاعة أو غير طاعة. هل هو شرط كثيرا والذاكرين الله كثيرا؟ الذاكرات شرط هذا؟ لا، هو أن يذكر الله سبحانه وتعالى، أن يذكر في كل أمر، حتى تكون نية، حتى تكون عبادة، صح، تكون نية، كل عمل تنوي في وجه الله راح يكون عبادة، حتى الأمر العادي، نعم. فإذا هذا راح يكون يحول لك هذا النية الصالحة، ذكر الله، يحول لك حتى الأعمال العادية إلى عبادات. الله أكبر، لمجرد استحضار النية، استحضار في هذا النية العمل أنها يعني لله، تمام. ولذلك هو جعلها في الخاتمة، لأن كل الأعمال التي قبلها تحتاج إلى هذا الذكر. لاحظ أمر آخر حقيقة، تفضل. لو نظرنا في الآية قبل المتصدقين والمتصدقات، يعني المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والصادقين والصابرين، قبل المتصدقين، هذه الصفات كلها مطلوبة من جميع المسلمين بلا استثناء. الإيمان والقنوط والصدق والصبر والخشوع كل هذا مطلوب من جميع المسلمين بلا استثناء. المتصدقين لا، قد يكون واحد ما يملك، صح. الصائمين لا، قد يكون واحد مريض عنده عذر، ما يستطيع، مسافر يعني عنده عذر، نعم، ذيك ما فيها عذر، صح. ولذلك ذيك لاحظ كلها مطلوبة من جميع المسلمين بلا استثناء، هذه لا، جعلها بالأخير. والحافظين فروجهم، لأنها متعلقة بالصائمات، لأن الصائم عليه أن يحفظ فرجه، فإن لم يحفظ فرجه فليس صائما. فمنطق طبيعي أن تأتي خلفها بعده. جيد، كان الترتيب يعني هو الترتيب الأمثل، يعني بدأ بالمسلمين، هو الذي يعصم الدم، وهو لا تقبل الأعمال كلها إلا بالإسلام، وما بعدها كلها يعني ممكن أن تدعيها أصحاب الديانات إلا الإسلام. ويبدأ المؤمنين هو يعني يجمع الإيمان باطن، وهذا ظاهر وما ذكرنا يعني.
نعم. هل تقديم المسلمين على المسلم جمع المذكر المذكر على المؤنث فيه دلالة محددة سيدي؟ هو يعني العرب اصلا هي اولا تخاطب المذكر وتعني الاناث اساسا في لغة العرب، في اللغة حتى يعني تغلب المذكر حتى في المخاطبة. نعم. يعني لو خاطبت الاناث هو الاناث تحديدا، لو خاطب الذكور لا، يعني ما تخاطب الاناث وتقصد الرجال معهم ضمن التغليب مثلا او ضمن التغليب هو الذكور وليس الاناث. يذكر الذكور و لما يقول مؤمنين راح يشملهم حتى لو لم يذكرهم، واذا قال مؤمنات فقط لا ليس تحديدا بالله. يقصد لذلك يعني وكانت من من القانتين. قال من القانتات مثلا، ما قال من القانتات. نعم من القانتين من الغابرين. نعم هو التغليب للمذكر حتى لو لم هو اظن هذه الايه يعني بعض النساء قالوا لماذا لم يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى. منشأ السؤال كان هذا حضرتك. هو أصلا لماذا لم لماذا لم يذكرنا يعني. نعم. فأنزل هذه الآية يذكرهم لأنه يذكر المسلمين ويعني المسلمات جريا على نهج اللغة العربية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، زين كتب عليكم الصيام ايش من المذكر؟ صح. أنفقوا مما رزقناكم، زين يعني إنما ينفقون إذا عدن زكاة، إذا عدن لازم ينفقين، لكن صح. ما يقول أنفقنا، ما يتعلق بالنساء يفرده واحدة. إيه لكن العام هو فلم تكلم النساء النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يكلمنا فأنزل هذه. ما شاء الله أراح الله النساء جميعا حقيقة. سبحان الله العظيم. وأرحنا معهن بإذن الله تعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.